هو الحقيقة يعني هناك يعني تصريحات متبادلة، نعم وكانت هناك مبادرات من السودان تم ربطها من جهة إثيوبيا، ومبادرات أخرى من إثيوبيا تم ربطها من مصر والسودان، لأن المبادرات الإثيوبية للأسف ليست جادة. يعني كانت المبادرة الأولى عايزين أسماء بعض الناس لتبادل المعلومات لأشياء لم نتفق عليها، فإزاي هنتبادل معلومات إيه؟ بالإضافة إلى المبادرة الثانية وهي عقد اجتماع في وجود لجنة رباعية دولية، ولكن إثيوبيا لم تؤكد على وضع هذه اللجنة الدولية، هل هي مراقب وده اللي عايزاه إثيوبيا، ولا يبقى هذه اللجنة وسيط وده اللي بتطلبه مصر والسودان، لأن احنا جربنا نعم المراقب لمدة 10 شهور لم يؤتي بنتيجة. فإذا يعني الأوضاع حاليا الحقيقة يعني شبه هادئة تماما، يعني في ترقب شديد، لكن أثناء هذا الترقب بالنسبة للمفاوضات هناك ما زالت التصريحات الإثيوبية النارية تعتبر، لأن إثيوبيا لديها انتخابات في يونيو القادم، وبالتالي هي بتخاطب الشعب الإثيوبي بالدرجة الأولى وتؤكد على أن الملء أو التخزين الثاني سوف يتم في موعده في يوليو القادم، وهذه التصريحات الحقيقة بتضر بالمفاوضات وبتثبت عدم حسن النوايا. فبالتالي اللي عايز تخزن تعالى نقعد ونتفق ونعمل اتفاق يعني عادل للجميع وتخزن، وفي هذه الحالة هيبقى التخزين شرعي وقانوني وترضى به مصر والسودان. لكن أثيوبيا في هذه النقطة، أثيوبيا رفضت الاتفاقيات الجارية في موعد في سابقا، وقالت بأنها الاتفاقيات لن تتمسك بهذه الاتفاقيات، وقالت عنها غير مقبولة. هو لا يجوز لدولة عضو في الأمم المتحدة أن تتنكر من اتفاقيات دولية تم عقدها في الماضي أيا كان، لأنه هناك اتفاقيات حدود واتفاقيات مياه واتفاقيات بتشمل الاثنين مع بعض. في اتفاقية سنة 1902 وكانت ما بين إنجلترا بصفتها كانت محتلة مصر والسودان وإثيوبيا، وكانت إثيوبيا دولة حرة في ذلك الوقت. هذه الاتفاقية فيها مجموعة بنود، البند الأول والثاني بيعطي إثيوبيا قطعة من الأراضي السودانية في مقابل اللي هو في البند الثالث إن إثيوبيا يعني لا تقوم بعمل إنشاءات مائية تضر مصر أو السودان، وإذا كانت هذه المنشآت فيجب التشاور فيها والاتفاق عليها. إثيوبيا بتنكر هذه الاتفاقية، وعندما حدثت الخلافات على الحدود ما بين إثيوبيا والسودان هذه الاتفاقية كانت هي اللي بترسم الحدود ما بين إثيوبيا والسودان، فإثيوبيا استشهدت بهذه الاتفاقية وقالت أن هناك اتفاقية 1902 اللي بترسم الحدود ما بيننا. فإزاي أنت بتقبل الاتفاقية في الجزء اللي أنت عايزه الخاص بالحدود وترفضها في الجزء الخاص بالمياه؟ هنا لا يجوز لدولة أن تتنكر من الاتفاقيات القديمة لأنها اتفاقيات المفروض أنها ملزمة. في ظل هذا النكران الإثيوبي لأغلب الاتفاقيات، وكما قلت تمسكت بجزء من اتفاقية سابقة تعود إليها ولمصلحتها، ما القادم وما الإجراءات القادمة أمام مصر؟ هل ستنهج مع السودان نهج تدويل القضية ورفعها إلى مجلس الأمن؟ هو الحقيقة احنا ما زلنا يعني الملف موجود مع الاتحاد الإفريقي، ومصر منذ حوالي 10 أيام أرسلت خطاب إلى الأمم المتحدة، والحقيقة كان يعني متعدد، وكان للأمين العام للمجلس للأمم المتحدة بالإضافة إلى مجلس الأمن لإختار هؤلاء جميعا بتطورات سد النهضة وبما وصلنا إليه وبالتهديدات الإثيوبية والتلويح بالتخزين الثاني سواء هناك اتفاق أو عدم اتفاق، ده علشان مجلس الأمن يبقى عارف يعني تطور القضية. وفي نفس الوقت مصر طلبت من الاتحاد من الأمم المتحدة أن تدعم الاتحاد الإفريقي في المفاوضات الحالية، إلى أن يعني الاتحاد الإفريقي يعلن صراحة أنه فشل في هذه القضية. إذا إثيوبيا بالفعل يعني بدأت في التخزين وإحنا أمامنا حوالي شهرين من الآن، يبقى في الحالة دي لا يعني أمام مصر لا يوجد إلا مجلس الأمن. دكتور عباس باختصار لو سمحت، في ظل هذه التحركات المصرية هل يعول على دور الاتحاد الإفريقي بالنجاح بينما أثيوبيا تصر على أنه يجب أن يتواجد كمراقب؟
هو الحقيقه احنا كنا يعني بنقول ان الاتحاد الافريقي ليس لديه الاليات، وكان من الاجدى ان نواصل مع مجلس الامن وليس الاتحاد الافريقي، ولكن بما ان الملف الان مع الاتحاد الافريقي فهي كلها اسابيع وننقل الملف الى مجلس الامن. نعم، اشكرك جزيل الشكر دكتور عباس الشراقي استاذ الجيولوجيا والموارد المائيه بجامعه القاهره، حدثنا مباشره من القاهره.